تعيش في الشمال. يا ابني عيب كده. طب يعني احنا في رايك حتى توجيه كلمه حلوه طيب. تعبانين وجايين من جنازه ما يصحش كده. طب انت ممكن ترد على السؤال ولا صعب؟ هرد لكم انا بقى السؤال يا جماعه. مساء الخير عليكم. عايز اقول لكم اللي انتوا هتقولوا لي طبعا ايه سبب المشكله بتاع الحلمبوحه دي. مش قولوا عليها غير حلمبوحه. عايز اسكت معانا شويه. هي بتقول مين ليلى حواوشي؟ طبعا جايجا حواوشي. طيب انت عارفه يا حلمبوحه يا بتاعت الاعمال مين ليلى؟ مين ليلى الشبح؟ خلاص؟ عارفه كويس قوي ان انا اعرف تاريخك كله الاسود وكل حاجه انت عملتيها مع حلمي. عارفه كويس قوي انت كنت بتعذبي حلمي ازاي وبتعملي ايه كويس قوي. عايزه اقول لك انت عارفه ان انا عارفه كل حاجه عنك من الف لياء. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صقر محلل صحفي. طبعا يعني زي ما حضراتكم شفتوا معانا في بداية البث المباشر الفيديو المتناول المعروف الترند المعروف خلال عزاء موسيقار حلمي باكر اليوم بخناقة العزاء. خناقة العزاء بدأت هنا من موقع بصراحة الإخباري بسؤال يعني كان من موقع بصراحة إلى أرملة الموسيقار حلمي باكر، وهي طبعا نظرت أمام حضراتكم سماح القرشي بسر تواجد الموسيقار حلمي باكر في أيامه الأخيرة داخل محافظة الشرقية. كان طبعا الرد زي ما حضراتكم سامعين، وايضا ردها على تصريحات المنتجة ليلى الشبح وصفت تم الزج به المنتجة ليلى الشبح ووصفت يعني المنتجة من ليلى الشبح الى ليلى حواوشي. بنعتذر في اللفظ كما ورد خلال البث المباشر والسؤال الخاص من موقع بصراحة الاخباري. لمزيد من التفاصيل جينا هنا، جينا لمين؟ جينا للمنتجة ليلى الشبح عشان نعرف منها الخناقة اللي دارت اليوم في عزاء الموسيقار حلمي باكر والتطور اللي كان يعني من الارمله تحديدا. انا برحب بيكي في لايف جديد. هي ما ردتش على السؤال ده. حابين بقى يعني نعرف منك سر تواجد الموسيقار حلمي باكر خلال الاونه الماضيه وقبل وفاته في محافظه الشرقيه بحكم العلاقه القويه اللي كانت بتربط بتجمع بينك وبينه. كانت خاطفه، هقول لا كانت موديه هناك بالاكرام، خاطفه معنا اصح، وهي قاعده هنا في المهندسين. طبعا انتوا مش هقول كلكم، القريبين مننا عارفين هي بتعمل ايه كويس. تاني حاجه لما تكون هي ما تعرفش مين بتتريق على اسمي ليلى الشبح، انت عارفه كويس قوي اللي انا مين، وانت عارفه اللي عارف لا يعرف يا بتاعت الاعمال. ماشي. تاني حاجه انا كنت قاعده مع المستشار مرتضى منصور طبعا اليوم يعني خلال العزاء، في خلال العزاء يعني من شويه ساعه المشكله، فبنتي كانت قاعده قصادها، فلقيت بنتي بتتصل بيا تقول لي ماما تعالي يلا نمشي عشان هي بتغلط فيكي. قلت لها قالت ايه؟ قالت لي خلاص يا ماما. رحت جايه لقيت هند عاكف بتسلم عليها وبصها. مين هند عاكف يا جماعه؟ اللي نور جوز بنت اختها اللي هو سرق حلمي باكر ب 2 مليون. يعني برضه حابين نستعيد الامور والتفاصيل دي للجمهور خلال البث المباشر. نور ده كان في ازمه قبل وفاه الموسيقار حلمي باكر بشان يعني حادث سرقه مبلغ معين تخطى المليون جنيه من المساعد. 2 مليون. ده نور. تمام. اللي هو جوز اخت، جوز بنت اخت هند عاكف. لما انا لقيتها معايا لما بقول لها بتقول ايه؟ سكتت خالص، ما قالتش ليه. فطبعا قلت لها بتغلطي تقولي ايه؟ بتغلطي تقولي ايه قدامكم كلكم؟ ما انا طقتش. قالوا لي ما حدش قال حاجه ومش عارفه ايه. فانا شفت دلوقتي بعيني. يا ريتني كنت شفت. بنتي قالت لي يا ماما هي غلطت وخلاص. وقلت لها قالت ايه؟ قالت لي يا ماما ما قالتش حاجه. لغايه دلوقتي قالت لي يا ماما ما قالتش حاجه. وانا هناك قلتوا لي كلكم يعني. قلتوا لي كلكم ما قالتش حاجه. خلاص؟ انت كنت عايزه اليوم هو ده اللي يحصل، بس كويس ان انا برضو سكت عشان خاطر مش هنولك اللي ببالك. خلاص احنا خدنا العزة ودفنا
يعني موسيقار حلو. طيب يعني برضه خليني اوضح لحضرتك ان مشهد الخناقه كان موثق على موقع بصراحه الاخباري، ممكن يعني نواجه الناس. ما انت اللي كنت بتقول لها انا ما يعني كنتش ده كان موجودة. سؤالنا يعني مش ده كان سؤالك ليها؟ مش ده صوتك؟ مش ده كان سؤالك؟ مش ده كان سؤالك؟ مشهد مشهد طبعا مشهد الخناقه و يا ريتك كنت قلت لي انت محترم، انت محترم اللي ما قلتليش، انت محترم بجد، انت محترم اهو. ايوه انت ما جبتش شويه بتقول قالت ايه بقى يا جماعه؟ انتوا شفتوا طبعا هي قالت ايه صح ولا لا؟ الناس شافت اللي معاك؟ شافوا؟ قالت يعني في 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 البدايه انت جايبه فين؟ كلهم بيقولوا ما قالتش حاجه. ف تمام مش مشكله عادي الله يرحمه حلمي. خلاص هو قابل رب كريم. انت ما كنتش عايزه تدفنيه، كنت عايزه اللي انت خلاص عزبتيه وخلاص. انت عايزه ايه من الموسيقار حلمي بكر يعني؟ فهمينا كده. والله هتعوز ايه؟ يا وارث من يورثك كتاخيبه، يا وارث من يورثك، دي من اولها لاخرها اصلا بلاوي. كل الناس اللي قريبين منها عارفين الكلام ده من اولها لاخرها. وضح لنا طيب الصورة، حابين نعرف منك. مش عايزة أوضح صورة دلوقتي غير بالإثبات والأدلة يا جماعة. مش وقت. في إجراءات قانونية متخذة يعني خلال الفترة المقبلة ضد أجمار بتاع حلمي بكر؟ والله المستشار مرتضى منصور مفاجئنا كلنا في حاجات كتير. فإن شاء الله كله خير. بس أنا عايزة أقول لها بجد بجد هنشوف اليومين دول أو هنشوف ربنا هيعمل فيك إيه. قصاد الدنيا كلها يعني هي لو صح كانت ما ودتش جوزها الشرقية في المكان اللي هو ما بيحبهوش، اللي هما بيأذوه بالأعمال بقالهم كام سنة. أذى بالأعمال؟ يعني يعني موسيقار حلمي بكر راح ضحية الأعمال؟ طبعا لو ما راحش ضحية الأعمال والإهمال، مش هقول بقى تعذيب عشان هي ما قطعتش من جسمه، لا هي عورته قبل كده، حرقت السجاير، جابت له بلطجية ضربوه اخر ايامه. لسه سيد عمر مصور في المدينه كان جاي ياخده، اتصل بيه قفلت الباب على سيد عمر وعليه. كانت بتمنع عنه الزيارات فعلا؟ طبعا طبعا طبعا. احمد المنتج ده في السعوديه كلمني قال لي كان بيتصل بيا اجي تشتمه وتهينه، وما كان بيجيب الاكل يقول له انا ما فطرتش لغايه دلوقتي، ادتني برشامه حتى بتاعت الدواء يعني. يعني سبق سبق وكلم المنتجه جايجا الشبح بيستغيث من سماح الكرشي؟ استغيث قال لي انا رايح عشان بنتي لو حتى ايه؟ انا رايح عشان بنتي لو حتى هتقطع من لحمه. مصير البنت ده هيكون ايه؟ ما امها بقى نصيب ايه؟ ما امها موجوده. كانت موجوده النهارده يعني خلال مراحل الدفن وايضا طبعا العزة. طبعا 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 البنت هي اللي مأثره مع الواحد جدا، بس الدنيا كلها. بس حلمي كان حنين عليها والبنت كانت بتتعذب منها، كانت بتتعذب. وقال لها بلاش تضربيها، بلاش تشتميها كذا مرة. يعني كنت متابعة اللحظات الأخيرة في حياته توتى؟ عايزة أقول لك أنا شايلة ذنبه. ليه بقى؟ هو قال لي، قلت له بلاش ترجع لها تاني يا حلمي. قال لي عشان بنتي أوما أنا عايز أقعد معاها وأشبع منها. قلت له خلاص براحتك، هترجع تعذبك وتهينك تاني. قال لي كان ليه جابه على ده يعني؟ عشان يبقى جنب بنته. هو ممكن يعني يتزوج من اخرى والبنت تكون معاه؟ هو كان متعلق بالبنت الصغيره. كان متعلق بيها جدا. حابين نعرف منك برضه سر العداء اللي بينك وبين والله ما اعرفها سماح الكرشي. ليه قالت كده؟ ليه قالت كده يعني خلال السؤال اللي ورد بموقع بصراحه الاخباري جايجا حواوشي بدل من جايجا الشاب؟ ما انا كنت عايزه يعني، انا لو كنت انت قلت لي وانا هناك هي قالت كده كنت فرمتها في فورمة الحواوشي الجديدة.
كانت تبقى ترند الحواوشي. يعني احنا بنتكلم على سجل عداوه او سجل غيره دي مثلا؟ ما اعرفهاش خالص غير حلمي في مره بتصل بيه قالت له مين لما رجع لها بقى بعد المستشفى لما كنت هناك من كام شهر. قالت له ليلى شمح دي انت على طول كنت معاها بتطلع لايف من عندها وتبقى معاها على طول في المطعم. قال لها اه في حاجه؟ قالت له لا ما انت لما تكلم يعني لما تكون هنا هو موجود ما تردش عليه. قال لها ما اقدرش ما اردش عليها. قال لها خلي بالك لو عملت لي حاجه انا هخليها تيجي ودي ما بيهمهاش حد. ده الحلم قاله لي. طبعا اللي قاله لي تاني او سر العداوه اللي بيني وبينها انا ما اعرفهاش. واحده كانت بتعذب جوزها وجوزها جالي يتوسل ويقف عرضي عشان اقف جنبه من الشيطانه دي. دي شيطانه يعني الشيطانه تقول لها يا دي استر دي الشيطانه تقول لها يا استاذه الشيطان يقول لها يا استاذه. فهو اللي قال لي هو اللي قال لي كانت بتعذبني وكانت بتبهدلني وكانت بتاخد فلوسه وبتسرقه وبتعمله حاجات كتير جدا. يعني خلينا نقول برضه يا استاذه جايه ان الروايه نفسها متضاربه او متناقضه من حيث من الطرف الاخر، الطرف الخاص بسماح القرشي وافراد اسرتها يقال ان انه كان حابب العيشه معاها وكان بيرفض تماما وجود الابن في حياته وكان رافض زياره الابن اليه. على الجانب الاخر لما نيجي نسمع من شقيق المستشار حلمي بكر ومن الافراد افراد الاسره الاخرين هي كانت منعاهم منه. كانت منعاهم منه وكانت عامله له اعمال كلام حلمي وجبنا له شيوخ كتير. خلي بالك جبنا له شيوخ واساسات كتير جدا يلحقوه حاجات كتير. يعني احنا بنتكلم ان مفيش اي حاجه من حاجات التسمم ولكن هو في نظرك مات ضحيه الاعمال السفليه والاعمال الخاصه من الزوج من ارمجه حلمي بكر سماح الكرش. نقدر نقول كده؟ تقدر تقول كده وتقدر تقول اهمال. ايه الدليل القاطع على مساله الاعمال؟ انتوا عارفين الاعمال لما في عمل ربنا يكفيك الشر ويكفي المشاهدين الشر. طبعا في الناس المؤذيه كتير بتاذي في جن بيتسلط اللي انت تمرض بني ادم اللي انت تمرضه لغايه ما يتوفى تمرضه لغايه ما يتسلي تمرضه لغايه لما يحصل بس كل جن هم بيسلطوه كده. خلي بالك انا عارفه انت هتعملي انت كبيرك هوا ما تعمليش حاجه اصلا. كل اللي انت تعمليه للرجاله دي كلهم اللي انت مخوفاهم والقرايب والدنيا دي كلها انت ما تاكليش معايا اصلا غير اعوذ بالله من غصب يا رب غصب يا رب. ممكن يكون الاعمال من عندك من كفر صار اشتغليها وانا معايا ربنا. طيب خلينا نرجع تاني لنقطه البدايه. السؤال اللي كان موجه مني انا شخصيا من موقع بصراحه الاخباري وبسببه يعني حصل حاجه من الجدل واسع او مشاده دون قصد طبعا هي هو سر تواجد حلمي بكر في الشرقيه خلال الفتره الاخيره. ما جاوبتش على السؤال. هي المشكله نسمع منك. هي المشكله قلت لك هي خلاص اتهرشت. هي بتقول اللي هي ما خطفوش هو راح بمزاجه طبعا هتخطفه ازاي ما هي اللي مودياه. هو كان حابب العيشة في الشرقية؟ لا طبعا عمره كان بيكرهها جدا. هي قالت انه كان حابب هتقول. يعني اخر فترة يكون في حاجة من تغيير الجو من المرح المستشار حلمي بكر. طب ما تقول ما تقول اللي تقول مش انا دلوقتي هل انا مصدقة؟ لا انا بقول الحق. لا صح ناس تقول لا انت مش مصحف او انت مش انزلتي اللي انت تقولي الحق. بس انا بقى هجيب لكم بالدليل صحابه اللي كانوا موجودين معايا من 35 سنه. خدته بالاجبار بالغصب؟ ايه؟ خدته بالغصب؟ بالاجبار من القاهره للشرقيه؟ طبعا. طب كان فين افراد اسره المستشفى؟ اتصل ببسام قال له الحقني انا مخطوف ودتني الشرقيه غصب عني. بسام لما انا كنت في مداخله دلوقتي قال ما حصلش. قلت له انت كذاب. ها؟ ما اعرفش انت عامله له ايه بقى مدياله ولا اللي عندك اللي انت معاهم خوفين ولا ايه. بس احنا ما بنخافش غير من ربنا يعني. طيب يعني طبيعه الفيديوهات اللي كانت بتجمع بين سماح القرشي والمستشار حلمي بكر قبل وفاته دي كان رياضه من هي اللي بتسلط يعني هي فيديوهات بتدل على مدى حب الموسيقار ليها. ده كان بيحصل ازاي رغم كرهه ليها؟ يعني كرهه ليها كلنا عارفين غير بقى اللي انا اعرفه بيني وبين حلمي الله يرحمه وبيني وبين حلمي ومحمد كبوته وبسام والملحن حسن دنيا طيب سماح المنتج احمد فوزي.
طيب أرمية الموسيقار لحلم باقي سماحة توشي هتستفاد إيه منه؟ رغم إنك قلتي في رايف سابق إن الموسيقار حلم باقي جاي يملك أي حصة في الميراث. خاصة بعد حادث النصب الأخير اللي تعرض إليه، هتستفاد إيه من موته؟ مش عارف. لا أنا معرفش هي استممته ولا لا، بس هي كانت بتأذيه بالأعمال على كلامه كتير بقالها سنين. وانا عشان مجربه الاعمال وبرده من كفر الصقر هناك ناس كانوا بيعملوا يعني اعمال. انا برده اسف مهارات حضرتك، لكن خلينا نتكلم بلغه القانون وفق الاحداث. شهاده الوفاه اثبتت ان الوفاه طبيعيه، ما فيش اي نوع من انواع التسمم. انا قلت سممته، انا قلت سممته. اه انا ما قلتش تمام، قلت سممته. بس بنؤكد لحضرتك انا قلت سممته في يعني في السؤال اللي فات حضرتك قلت وارد تكون سممته. احنا بنقول تمام. اسال المشاهدين كده، معاك مشاهدين ولا لا؟ كتير. طب اسال المشاهدين كده، انا قلت سممته؟ ما قلتش. طب ما قلتش، قلت عذبته، كانت بتعذبه. ولما عرفنا اللي هو مخطوف، بسام اللي قايل اللي هو اتصل بيه قال له الحقني بسام انا مخطوف في الشرقيه، ودتني الشرقيه عند اهلها. احنا ما كناش نعرف، انا واحده من الناس عارفه اللي هو في المهندسين، ما كنتش اعرف. ولما اتصلت بمحمد كبوته اتصل ببسام قال له لا احنا قاعدين هناك وزي الفل وبتاع، ده هو اللي قال لي. وجيت اقول له لقيتهم قاعدين حواليه وكانت سايباه وقاعده هنا وهو في الشرقيه. طيب يعني في نهايه البث يا باشا، حابه توجهي اي كلمه اخيره؟ حابه على الاقل تعرفي الناس بدايه العلاقه مع المستشار حلمي بكر بدات. بصوا يا جماعه، انا اول واحده حلمي بكر من 6 سنين 7 سنين هاجمني في غنوه بناتي عند المرحوم وائل ابراش الله يرحمه. كان بناتي الصغيرين شادو ومريم عاملين غنوه الواد ده بتاعي اسمه ولا ادري وائل ابراشي، وكانت عامله ضجه في يوم واحد. طبعا كانوا جايبين لي مداخله على الهواء، كان استاذ حلمي بكر استاذ هاني شاكر، فعجبني. فقلت له ده لو كنت بنت رقاصه بنت مطربه بنت ممثله كنت سقفته لعيالي. وبعدين دول بناتي الصغيرين فيروز وهي قدهم كانت بتغني وببدله رقص. من هنا عرفت حلم بكر لما هاجمني عيالي زعلوا، فقلت قررت ان انا لازم اقعد واجيب حلم بكر واقول له انت ليه هاجمتني. من ساعتها من اليوم ده بقينا اصحاب، من اليوم ده بقينا اصحاب. بعديها جالي من كام سنه الفنان نادر ابو الليف، قال لي عايز حيل عليا بصراحه، قال لي عشان خاطري خاطر بني ادم ده بيتعذب كتير، جابت له بلطجيه من رجالة صبري. قلت له مفيش الكلام ده اصلا، صبري حتى لو عرف الكلام ده مش استحاله. قال لي لا. وكان جاي اعمال صبري مخلوق. كانوا جايبين، كان وراني صور البلطجيه، قلت له انت مصورهم؟ قال لي لا بس عارفهم. جبت له كل الجردات، قلت له جردات ولا بلطجيه؟ صبري ما عندوش غير جردات، مش بلطجيه ده جردات يعني شباب محترمين. قلت له كام حد كده، في الاخر راح قايل لي لا ده جسمه كده وقاعد في امبابه وهنا وهنا وهنا. فانا اعمل ايه؟ يعني قلت انا اعمل ايه لحلمي؟ كان بيتهان، كان بيتهان وبيتعذب كتير بصراحه جدا جدا. يعني الله يرحمه. يعني طبعا حاجة الحزن مسيطرة عليك بشكل كبير، حتى 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 لحظة بنكلمك، حتى لحظة بنكلمك. لا لا لا، يمكن بمثل، عايز اخد ترند وخلاص. يعني في ناس يعني بتقول كده، بتقول ان المنتجة جايه الشبح حابه تاخد ترند على حس موسيقار حلمي بكر. الحلمبوحات اللي كانوا في يعني ايه حلمبوحات يا استاذة؟ اللي هم كده يعني هم دول، هي بقت من ضمنهم يعني، هي والباقيين اللي معاهم. حابة توجهي كلمة أخيرة في نهاية البث المباشر؟ عايزة أقول لها حطي مود حلمي الثلاث أيام، يا كفرة يا ظلمة يا مفترية. أول يوم وديتيه مستشفى من غير تلاجة يا ظلمة، تاني يوم اتخانقتوا ورحتوا النيابة ماشيين الساعة 5 المغرب أنت وإخوات حلمي من النيابة يا جحدة.
عشانك انت والورق والدنيا دي كلها، وفضلت لما طلعتي من النيابه الراجل قعد 3 ايام في التلاجة ما يتدفنش. اللي يقول لي كان مستني هشام، لا طبعا مش موضوع الطياره، موضوع هشام. ودول هم كانوا بيتخانقوا على الطريق بالبيس وهم راجعين، وقفتهم قعدوا يتخانقوا في قصاد الكمين. الزبط بيقول لهم في ايه؟ احترام الميت دفنه. صممت وزعقت، كانت جايبه مكروبازين فيهم ناس بلطجيه لاخوات حلمي. اخوات حلمي ناس كبيره، ناس محترمين كبيره يعني. الضابط طبعا تعب منهم، وداهم القسم، فضلت يزعق معاهم ويزعقوا مع بعض. بعد كده النيابه العامه هي الحاج يعني هي اللي قررت ان حلمي يتحط في الثلاجه. كان زمان الجوز تعفن. 3 ايام، رايك ايه طيب في التحفظ على الجثمان 3 ايام؟ رد انتوا، انا عايزه الناس هي اللي ترد. عايزه الشعب هو اللي يرد، عايزه الجمهور اللي يرد. هل لو بني ادم طبيعي ماشي في الشارع ملوش اهل ملوش اهليه، بني ادم بني ادم، مش هنقول حلمي بكر. طب رايك ايه في تواجد المستشار حلمي بكر في مستشفى متواضعه، يعني رغم اسمه الكبير داخل الشرقيه؟ اولا النقابه ما اثرتش، هي ما استغلتش بالنقابه ليه؟ ما قالتش للنقابه ليه؟ يعني نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ما قالتلوش ليه؟ هو ما اثرش في اول مره، وانت كنت حاضر قبل كده من كام شهر لما كانت في المستشفى، صح؟ هو اثر؟ ما اثرش. ولو كانت قالت له ما كانش اثر. هي اللي حبت